ملف الأمن الداخلي لملف الدبلوماسية المصرية. عايز أعرف من حضرتك أبرز ملامح الاستراتيجية المصرية للتعامل مع هذا الملف تحديدا، خاصة أنه يعني خلينا نقول أنه كان في إرث معقد بعض الشيء في هذا الملف تحديدا. لو تكلمنا على هذه الفترة تحديدا، كانت مصر منبوذة. يعني جمعنا أحد اللقاءات مع السيد محمد فريد التهامي في وقت من الأوقات، قال إن أسوأ 3 أسابيع في تاريخ مصر كانت من يوم 4/7 لحد منتصف أو أول شهر 8، نتيجة لما يحدث داخل مصر وانعكاساته خارج مصر. ده كان سنة كام يا أستاذ سامي؟ ده كان بالتحديد في 2013 يعني. نعم. أسوأ فترة. أسوأ فترة في تاريخ مصر داخليا وخارجيا. كانت مصر منبوذة في الخارج، كانت مجمدة في الاتحاد الأفريقي، الجميع أدار ظهره لمصر بسبب الأحداث اللي حصلت عندنا، بسبب حالات التشويه الكثيرة التي انطلقت من خلال إعلام معادي، إعلام كاره. بعد ده كانت الدولة تخدم على مصالح جماعة بعينها يعني. طبعا. بعد ده كان في توقيت حاسم وخطط دبلوماسية ممنهجة من الدولة المصرية. شفنا، لو قلت لك يا استاذ احمد، يا استاذ جمانة، الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى افريقيا خلال 7 سنوات الماضية، وكيف عادت الامور الى ما كانت عليه وافضل 1000 مرة عن قبل ذلك. يعني الرئيس لم يترك دولة افريقية لم يزورها طوال يعني ال8 سنوات. تحولنا يا استاذ سامي من التجميد للعضوية مرة اخرى في الاتحاد الافريقي، ثم رئاسة الاتحاد الافريقي. لكن بس مش عاوزين نتكلم على الاتحاد الافريقي فقط، لان في الحقيقة مصر اولت افريقيا يعني اهتمام كبير، وحتى هذه اللحظة دائما مصر ما تتحدث عن افريقيا وتضعها في رأس اولوياتها في كل المحافل الدولية. لكن عاوزين نتكلم كمان على السياسة الخارجية الرشيدة المتزنة في جميع يعني القوى الخارجية الدولية تحديدا، وان مصر دولة لم تعد مستقطبة تجاه قوة بعينها، لا، أصبحت تقف على حياد وتوازن ما بين كل القوى العظمى. كلما كانت الدولة قوية، كلما كانت الدولة قادرة على اتخاذ قرارها دون تردد أو خوف. صح. أنا بتكلم مثلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، تمام، وما يحدث من فكرة التعامل مع الأزمة. لو لم تكن مصر دولة قوية، ما كان موقفها بهذا الشكل؟ لو كانت مصر دولة منقادة، كنا بين قوسين كده سمعنا الكلام وساهمنا في تسليح الأوكران مثلا. لكن مصر كانت على الحياد. مصر وجهت دعوات كثيرة من خلال رئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب، ورحبت كل دول العالم بوقف هذا النزيف وتم العمل عليه. فأنت صاحب كلمة، أنت قوي في الميزان الدولي، أنت موجود بقوة وقادر على خلق علاقات دبلوماسية وتعامل بمسافات واحدة من الجميع، بالمسافات التي تخدم على مصالحنا وتخدم على أهدافنا. وقدرت مصر تستعيد مكانتها اللي كانت مفتقدة على مدار سنوات كتير مع كل دول العالم. مشاركه مصر في كل المحافل الدولية، مشاركه مصر في قمة الـ20 مثلا الأخيرة وقبلها، مشاركه مصر في قمة المناخ في باريس، ثم استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ. لو استعرضنا ما حدث دبلوماسيا لمصر في ال8 سنوات او 10 سنوات تحديدا، ستجد ايضا منعطف موازي للمنعطف الذي رايناه عن الحاله الامنيه في مصر في تلك السنوات، كيف كنا نواجه حرب شرسه في كل شبر
أيضا كنا نواجه تشويه وتعمد تشويه وخلق روايات وبعد ومقاطعات من كثير من الدول، ولكن مصر بدبلوماسيتها، مصر بقائدها، قدرت تسترد هذه المكانة، وده اللي كنا بنأمل ان احنا نوصل له.